رجل مرور يسير عكس السير يثير غضب العراقيين. في المغرب جثة تشارك في مظاهرة. في حفل توزيع جوائز الأوسكار ويل سميث ينتقم لزوجته. والمزيد في هذه الحلقة من نيو تريندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم عراقيا. نبدأ من فيديو انتشر وأثار كثير من الانتقادات والتعليقات السلبية. الفيديو لرجل مرور يخالف قوانين السير ويسير عكس الاتجاه، شاهدوا معي. شوف هذا أبو المرور يم باب المشهد يرجع رون سايد، هذا عود أبو المرور يرجع رون سايد. شوف هذا أبو المرور يم باب المشهد يرجع رون سايد، هذا عود أبو المرور يرجع رون سايد. هذا الفيديو طبعا لم يمر مرور الكرام لدى العراقيين اللي اعتبروا أن مثل هذه المخالفة لا يمكن أن تحدث سوى في العراق، وكان لهم تعليقات كثيرة، إليكم البعض منها. أول تعليق من أبو فريد الرباعي قال: رجل المرور رجل القانون ويعتبر نموذج للسياقة في العراق، ونقول لرجل المرور بالفيديو ونذكره بأن السياقة فن ذوق وأخلاق. أما حسين فكتب يقول: واني والله ما ماشي رون لأن أخاف لا يطلع لي أبو توك توك لو أبو دراجة، وهم أهل المرور يرتكبون على الواحد ويختلفون على الواحد وقصلي وصل. أما عبد الستار آخر تعليق فجاء فيه: وين القانون؟ خلي غرمه 400 ألف بس براس الفقير. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي داولت هذا الموضوع. والآن إلى مهرجان بغداد للطائرات الورقية واللي أقيم في دورته الخامسة واللي يقام أيضا في شارع أبو نؤاس. هذا المهرجان هو مهرجان سنوي للطائرات الورقية يهدف إلى نشر قيم السلام والمحبة والتسامح. بدأ منذ 5 سنوات ليخرج العاصمة بغداد من تصنيف هذا من أسوأ العواصم للعيش. المهرجان يتضمن عروض مسرحية وموسيقية، واستغرق التحضير له أشهر ولقي تجاوب لدى العراقيين اللي استمتعوا بهكذا حدث. إلى فيديو آخر. مع قرب دخول الشهر الفضيل بدأت العائلات العراقية تتحضر لشهر الصوم بالتسوق وشراء السلع الأساسية اللي يتم استهلاكها في رمضان، وأما طبعا العدس للشوربة. العراقيين معروفين بكرمهم وخيراتهم، اما شلون شفت استهلاك الناس شهر رمضان المبارك؟ اجواء رمضان دائما تكون عندنا حلوه ودائما نتفائل بها، ودائما احنا نستبشر بكل رمضان بان يكون خير وبركه على كل المسلمين. شنو سويت من استهلاك شهر رمضان؟ والله هي المواد الاساسيه في شهر رمضان البقوليات. نمشي العدس. طبعا ان شاء الله بينزل العدس. زين. الفواكه والخضروات. زين والعصائر. طبعا كلش حلو من نشوف الاجواء والناس طالعه تشتري وتتسوق وهاي الخيرات كلها موجوده. شنو العاده اللي احنا العراقيين متمسكين بها بشهر رمضان المبارك؟ شوربه. رمضان تدري يعني السهرات حلوه بعد ما يفطر الواحد. من العراق وهذا الفيديو إلى مصر، حيث تصدر الترند رئيس نادي الزمالك المستشار المثير دائما للجدل مرتضى منصور بعد انتشار فيديو لسيدة تشتكي فيه سحب بطاقة عضويتها ومنعها من دخول النادي بسبب لون شعرها الأحمر. وقالت السيدة في الفيديو أن مرتضى منصور حرض زوجها على أن يطلقها أو تغير لون شعر. مستشار مرتضى منصور سحب كرنيه ليه؟ المفاجأة إن شعري أحمر،
هي دي حاجة تدلني؟ أنا ما أعرفش. جوزي حب يقف جنبي وطلع اللي حضرتك ده دي حقوق انت كده، ده تنمر واضح ودي حقوق شخصية. لا، اللي اتقال له المفاجأة اللي اتقال له طلقها. حضرتك طلقها، ايه المشكلة اما تطلقها؟ يا تغير لون شعرها. انا بجد مش قادرة اصدق ان المرأة تتعرض للكلام ده، تضامنا مع اخر كلام لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرأة ما تتهنش، ما فيش تنمر، ما فيش كلمة وحشة تتقال. انا مش عارفة اقول ايه، انا ما عنديش كلام اقوله. اتسحب كارنيه واتسحب كارنيه جوزي من مدير الامن، مدير الامن استاذ اشرف عرضنا للبلطجة، بيخلي الامن يتلم حوالينا وياخدوا كارنيه بالعافية. قبل وقت قصير من انتشار هذا الفيديو، فيديو السيدة صاحبة الشعر الأحمر، انتشرت أيضا أخبار عن قرارات أصدرها مرتضى منصور عبر مكبرات الصوت الداخلية للنادي، وهي منع إدخال أي عضو في النادي في حال ارتدائهم ملابس غير لائقة أو كما قال لبس غير محترم، وأنه لن تدخل أي امرأة تقوم بتلوين شعرها أحمر أو أخضر أو أي لون آخر. قرارات مرتضى منصور تحولت لمادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت مئات الميمز الساخرة من هكذا قرارات. إدارة نادي الزمالك وفي محاولة منها لتلميع صورة مرتضى منصور قالت أن البعض يتعمد تحريف كلام رئيس النادي واقتطاعه من سياقه لإثارة أزمات مفتعلة كواقعة السيدة ذات الشعر الأحمر، وبرر أن الهدف من كلام مرتضى منصور هو الرغبة في منع حوادث التحرش، وأنه طالب السيدات فقط بمراعاة الذوق العام. من هذا الموضوع مشاهدينا اللي انتشر أو تصدر الترند في مصر وبعض الدول العربية، الآن نكمل مواضيعنا من السعودية، حيث انتشر فيديو لطفلة تقدم لها سيدة سيجارة إلكترونية، وظهرت الطفلة اللي تبلغ من العمر عامين فقط وهي تدخن. السلطات تحركت على الفور بعد تقديم شكاوى من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقسم بلاغات العنف الأسري، وخرجت مطالبات بإنقاذ الطفلة ومعاقبة السيدة اللي لم يعرف إن كانت والدتها أو إحدى أقربائها، ويتم حاليا البحث عن صاحبة الفيديو لأخذ الإجراءات اللازمة بحقها. إلى الجزائر، حيث أصيب العشرات من المشجعين بالاختناق بسبب التدافع اللي شهد محيط ملعب مصطفى شاكر بمدينة البليدة للحصول على تذكرة مباراة منتخب الجزائر ضد الكاميرون في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. شهد محيط الملعب تجمع جماهيري كثيف، أكثر من 20,000 شخص، من أجل الحصول على تذكرة المباراة المرتقبة اللي ستقام يوم غد الثلاثاء. ورغم تواجد الأمن الجزائري من أجل تأمين عملية البيع بسلامة، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، عن سيطرة الأمن، واللي قام بتفريق الجماهير باستخدام شاحنات المياه. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو اللي تظهر قوات الأمن وهي تعتدي على المتظاهرين بالضرب. من الجزائر إلى المغرب، وفي حادثة غريبة من نوعها، شاركت جثة في تظاهرة نظمها مواطنون في مدينة تاورت احتجاجا على تأخر إجراءات السماح بالدفن للشاب صاحب الجثة واللي لقى مصرعه في حادث سير. وذكرت وسائل إعلام مغربية أن مواطنين أقدموا على إخراج الجثة والتوجه بها نحو البلدية من أجل الاحتجاج والتعبير عن غضبهم ورفضهم لما اعتبروه مماطلة في الإجراءات الإدارية لنقل الجثة ودفنها. شاهدوا معي هذا الفيديو.
رغم فاجعة الصورة سوف أحكي لكم الصورة. الشهيد أمامي الآن وأنتم تنظرون إليه، هو أمام العمالة، اسمه الوكيل محمد. من قبل صلاة الفجر هو في المستشفى، هو في المستشفى بدون تدخل، أقول بدون تدخل. هذا ما قلناه مرارا ومرارا، درنا وقفات أمام المستشفى باش ما نوصلوش لهذ الحالة. الآن نحن أمام مقر عمالة توريث، ننتظر المندوب الإقليمي، ننتظر عامل الإقليم كمسؤول أول ليأتي ولينظر بنفسه. الشهيد أمامنا الآن، نقول إنه شهيد، شهيد المستشفى الإقليمي. للمزيد من أخبار السوشيال ميديا تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العالمية، والبداية بالتأكيد مع حفل جوائز الأوسكار بدورته 94 واللي أقيم فجر اليوم الاثنين، واللي حصل فيه الممثل ويل سميث على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم كينغ ريتشارد. ويل سميث وقبل صعوده إلى المسرح لتسلم الجائزة أثار كثير من الجدل والذهول، حيث صعد إلى المسرح ووجه لكمة أو ضربة إلى الممثل الكوميدي كريس روك بسبب سخريته من إطلالة زوجته جادة سميث واللي تعاني من داء الثعلبة، لذلك ظهرت حليقة الرأس. الفيديو القصير اللي يظهر فيه سميث يصفع روك حقق أكثر من 32 مليون مشاهدة على تويتر. نشاهد سوا. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. ويل سميث اللي لم يتمالك أعصابه وصدم الجمهور، وكريس روك بصفوعته اللي طغت على أحداث الأوسكار عندما صعد لتسلم جائزته، قدم بالاعتذار باكيا وقال: الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة. نبقى مشاهدينا مع حفل جوائز الأوسكار 2022، وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها، فاز الممثل الأمريكي تروي كوتسور الأصم منذ الولادة، فاز بجائزة أفضل ممثل بدور مساعد عن أداء في فيلم كودا، ليصبح أول ممثل ذكر أصم يفوز بجائزة أوسكار بفضل أداء المليء بالفكاهة والإحساس. فأهدى كوتسور فوز هذا إلى مجتمع الصم وذوي الإعاقات، وتلقى تصفيقا بلغة الإشارة من كل المدعوين لحفل الأوسكار أداء صعوده لاستلام جائزته على خشبة المسرح. نشاهد سويا. أوكرانيا لم تغب عن حفل الأوسكار اللي امتد لثلاث ساعات، حيث أظهر نجوم هوليوود دعمهم لأوكرانيا واغتنموا مرورهم على السجادة الحمراء لإظهار مساندتهم للاجئين الأوكران عبر ارتدائهم شارة زرقاء كتب عليها مع اللاجئين. ووقف كل المدعوين دقيقة صمت تعبيرا عن الدعم للشعب الأوكراني، وعرض على شاشة الاحتفال خلال دقيقة الصمت هذه كلمة جاء فيها: إذا كانت السينما وسيلة مهمة بالنسبة إلينا للتعبير عن إنسانيتنا في أوقات النزاع، فإن الواقع هو أن ملايين العائلات في أوكرانيا بحاجة إلى الطعام والرعاية الطبية والمياه النظيفة وخدمات الطوارئ. ودعت العبارات أيضا إلى إرسال المساعدات إلى أوكرانيا،
ومساندتها بكل الوسائل الممكنة. من هذا الموضوع مشاهدينا وجوائز الأوسكار إلى إسبانيا، حيث اجتمع أكثر من 1000 مغني من بلدان ومدن مختلفة في أنحاء العالم، وشاركوا بانسجام تام في تقديم أغنية دعت للسلام أيضا في أوكرانيا. هذا الحدث تنبث مباشرة عبر يوتيوب لغناء جماعي لمجموعات في عدة بلدان في إسبانيا، البرتغال، بريطانيا، إيطاليا والمكسيك. وفي مدريد احتشد المئات أمام متحف الملكة صوفيا، حيث رفع البعض لافتات كتب عليها السلام، في حين وضع آخرون شرائط باللونين الأصفر والأزرق، وهي ألوان العلم الأوكراني. نشاهد سويا هذا الفيديو. والآن إلى عالم السيارات. كشفت شركة مرسيدس بعض قدرات سيارة جي أل سي جديدة للعام 2023 عبر فيديو أظهر قدرة السيارة على الحركة على الثلوج والجليد. المقاطع صورت في السويد وتظهر قدرة السيارة العالية على التسارع على الجليد وثباتها الممتاز عند الانعطاف على أرض الميدان المغطى بالثلوج. تميز هذه السيارة عن جي أل سي اللي ظهرت العام الماضي بتصميم واجهة القيادة فيها، حيث زودت الواجهة بشاشة تاش طويلة في منتصفها من الأسفل بمقياس 11.9 بوصة، وجهزت السيارة بكاميرات ترصد كامل محيط هيكلها، منها كاميرات مثبتة على المرايا الجانبية. أما اللي يميز محركات هذه السيارة فهي محركات ديزل بعزم 200 و265 حصان، كما ستطلق منها نسخ بمحركات هجينة قوية. انتهت حلقتنا، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.